اهلا الغزالة ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم اخوتي جيت نشارك معكم فلون ديال الكوخاضه اللي صراحه كيطلع رائع لا في الشكل ولا في المذاق ولا حتى في المنظر، وكيستاهل يعني كيستحق عفوا التجربه. وبالنسبه حنا اخوتي في المناسبه ديال عيد الفطر يعني كنحتاجوا شي حاجه حلوه من بعد الاكل، وكيجوا عندنا الضيوف يعني خصنا ضروري نحضروا لهم شي حاجه مميزه، وقلت علاش لا انني ما نشاركش معكم هذا الفلون هذا اللي كتقدم في المناسبات في الاعياد ولا في الافراح. الطريقه اخوتي ديال التحضير كما كتشاهدوا في الفيديو، انا عندي هنا سطر يطرو ديال الحليب، وعندي كوخاضه باكيه كيجيو فيها 4 ديال الخنيشات. انا غادي نستعمل جوج لان عندي يطرو ديال الحليب، غنستعمل غير جوج ديال الخنيشات ولا يعني زدتو يطرو نص ولا جوج يطرو، يعني خصكم تعملوا الا عملتو يطرو نص خصكم تعملوا 3 ديال العلب، ولا عملتو جوج يطرو خصكم تعملوا 4. وبالنسبه خوتي للكريم شونتي انا عندي نسيترو، وبالنسبه خوتي للوز كيبقى لكم اختيار اما 100 غرام اما 50 غرام، غير 50 غرام كافيه يعني كنهرمشوه وكنطحنوه. وبالنسبه خوتي للسكر كيبقى لكم الاختيار اما تضيفوا 4 المعالق اما 2 المعالق، بالنسبه اللي كيبغي الحلاوه يضيف غير 2 المعالق، وبالنسبه اللي ما كتعجبوش الحلاوه يعمل غير 2 المعالق، واللي كتعجبو الحلاوه يجي فلون حلو اما 4 المعالق. هنا خوتي كنجيبو واحد كاسول واحد الاناء كبير وكنضيف فيه نسيترو يطرو ديال الحليب. هاد النهار ماش عندي غير كنتخوف لا دون خرج كنضيف يطرو ديال الحليب، وكنضيف عليه كريم شونتي داك نسيترو كامل، وكنضيف عليه 2 معالق ديال السكر. انا قلت لكم ضروري اخوتي الا كان كيعجبكم فلون يجي حلو ضروري تضيفوا 4 المعالق ولا 3 باش كيجي الحلاوه ديالو. بالنسبه انا كنحاول ما امكن نتفادى حاجه حلوه عليها عملت غير 2 المعالق، الصراحه ما كيجيش حلو بزاف. ومن بعد اخوتي كنضيفوا 2 ديال العلب ديال الكوخاضه، صراحه فلون ديال الكوخاضه صراحه كيطلع رائع والله العظيم اخوتي، صراحه كيستحق انكم تجربوه. هما اللي غادي تجربوه غادي يرحموني عليه لان كيجي لذيذ ما تشبعش منه. ضروري اخوتي مع التحريك كنضيفوا مكونات كاملين مع بعضياتهم، وصراحة الا مثلا جو عندكم الضيوف وحضرتوه يعني صراحه كيحمر الوجه. هنا خوتي كنعملو على نار مهيله وكنبقاو مع التحريك، ضروري خوتي مع التحريك ضروري. بعد اخوتي ملي كنحسبو يعني ملي كنحسو به بدا بالغليان بدا كيختار كنطفيو مباشره. صراحه ساهل وما كيديناش الوقت مره يعني في وقت وجيز اننا نحضروه، غشني انكم ضروري اخوتي تخليوه في النيبره واحد المده اطول حتى 4 ديال الساعات، لان كيبغي شويه ديال البروده في ظرف 3 ساعات يمكن يعني يوجد جوج ساعات ونص، ولكن احسن بانه كيشبر في راسو مزيان وكيجي بارد ولذيذ، يعني تعطيو له مده اطول. مثلا الا كان ما عندكم ضيوف حضروه يعني مثلا قبل عيد بكري شويه. هنا خوتي انا غادي نعمل هاد الطاوه هادي، ثم كيبقى لكم الاختيار في الطاوه اي طاوه اما طويله اما مربعه اما دائريه، انا غنعمل هاد الشكل هذا. ضروري اخوتي خصكم تمسحوه يعني الا غسلتوه ما تخليوش فيه الماء، خصكم تغسلو يعني تمسحوه من الماء. هنا اخوتي غادي نضيف كراميل، انا كنشري هاد الكراميل هذا اللي كنستعمل لاكلاص، وانتم الا ما عندكم شي كراميل هذا يمكنكم تعملوه يعني ذوبوا السكر. طريقة صراحة سهلة ومبسطة، وكنتمنى يكون الشرح ديالي اخوتي واضح.
ضروري اخوتي هنا ملي تجيو تخويوها في الاناء ديالكم ضروري تجيبوا واحد المعلقه وتخويو على كما كتشاهدوا في الفيديو. ضروري تعملوا هذه الطريقه هذه باش الفلون ديالنا ما كيعملش الوجه، يعني ملي كيدخلوه النبره ما كيعملش ديك الوجه السطحي ديالو ديك الغلاف الفوقاني. ضروري اخوتي تخليو يعني تخويوه على شكل كتعملوا معلقه وكتبقاو تخويو عليها. وبالنسبه هنا اخوتي ضروري انكم اما الا بغيتوا انكم تصفيوه تصفيوه، الا بغيتوا تخلو فيه ديك الحبيبات ديال اللوز كتخليوهم. انا حاولت ما يعني بغيت ما نصفيش خليته هيدا باش ملي كنجي ناكلو كنحس بديك الطرفه ديال اللوز، وانتم الا بغيتوا تصفيوه كتصفيوه كيبقى لكم الاختيار. هنا اخوتي غادي نخليه شويه يبرد وغادي ندخلو مباشره للنبره. انا اخوتي بعد ما خرجت الفلون ديالي كيجي على هذا الشكل هذا. انا زينته بالفواكه صراحه كيعطي واحد المنظر رائع، وكيبقى لكم اختيار بغيتو تقدموه يعني فين بلا فواكه بلا والو. كتهرمشوا شويه ديال اللوز وكتضروه عليه من الفوق ضروري اخوتي باش كيعطي واحد المنظر مزيون. ولا بغيتو تضيفوا يعني طبق من الفاكهه كما عملت انا زينته به كيجي حتى هو في المنظر رائع. وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم لان فعلا الصراحه كيستحق التجربه، واللي غادي ياكلو غادي يسقسيكم شنو المكونات عملتو فيه. اللي غادي يعني اللي غادي يذوقو يسقسيك ضروري ما يسقسيك ميمكنش ما يسقسيكش. يلا خوتي غادي نخليكم تلقاو فيديو اخر ان شاء الله. غادي نقطع معكم واحد الطرف باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. واذا عجبكم خوتي الفيديو ما تنساوش لايك وتعليق وتبارطاجوا الفيديو، ودائما كنقول لكم اللي ما مشاركش اشترك في القناه ديالي. يلا خوتي نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.